فيلمنا بيبدأ مع شابة في العشرينات اسمها ناينا، وبتدور على شغل كمدرسة، وبتبقى حاصلة على شهادة بكالوريوس في التدريس وشهادة ماجستير في العلوم، بالتالي بتكون أكتر واحدة مثالية للوظيفة. ولكن بيبقى عندها حاجة واحدة بس منعها من تحقيق حلمها، وهي إنها مصابة بحالة اسمها حالة توريت، وهي عبارة عن تصرفات لا إرادية بتحصل في أوقات عشوائية، وكمان ممكن تخليها تتكلم أو تصرخ بصوت عالي وتقول أي حاجة، أو تجرح نفسها لو خبطت جسمها في حاجة صلبة. وبسبب إنها مش قادرة تتحكم في تصرفاتها قدام المدرسين اللي بيعملوا لها مقابلة الشغل، بيستوعب المدرسين إنها مش مؤهلة عشان تكون مدرسة رغم الشهادات اللي هي حاصلة عليها، وبيقولوا لها إنهم مش هيقدروا يقبلوا بيها. وبتحاول ناينا إنها تشتغل مدرسة بقالها 5 سنين، لكن الحظ ما بيحالفهاش. وفي الوقت الحالي بتكون شغالة شغل حر كرسامة رسم هندسي، ولسه بتسعى لتحقيق حلمها وتشتغل مدرسة في يوم من الأيام. وبتكون ناينا عايشة مع أمها سودا وأخوها الصغير فيناي، وهما الاتنين دايما بيدعموها في اللي هي بتعمله وبيكونوا واقفين جنبها. وفي الماضي لما كانت ناينا في المدرسة الابتدائية بتكون دايما مصدر سخرية لكل اللي في الفصل بسبب حالة توريت اللي عندها، وما بيبقاش عارف الأستاذ إنها ما بتقدرش تسيطر على تصرفاتها، وبيفتكرها بتقل أدبها في الفصل وبيطردها، وده بيأثر جدا على حالة ناينا النفسية، وبتبقى مش قادرة تتصاحب على حد في المدرسة. وبسبب حالتها بتكون ناينا انتقلت لأكتر من 12 مدرسة، لحد ما بيتكلم مدير المدرسة الحالية مع أمها وبيقولها تنقل بنتها لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة. وبتكون سودا أمها نفسها تخلي بنتها تعيش حياة طبيعية، عكس ساتشن أبوها اللي طلق سودا بعد لما عرف إن بنته عندها حالة توريت، وما بيكونش أبوها معاها لسنين في فترة الطفولة، ولما بيكون مع أطفاله كل فين وفين في السنة بيحاول إنه يقرب منهم، ولكنه بيكون محرج من تصرفات بنته ناينا. وبيبقى ساتشن مصمم إن بنته تدخل مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن سودا ما بتسمعش كلامه. وفي اليوم اللي بتعرف ناينا فيه إن أبوها وأمها اتطلقوا بسببها، بتدخل الحمام وبتحط مناديل كتير في بقها عشان تكتم أصواتها الإرادية، وبتفضل ناينا تلوم نفسها على كل اللي بيحصل وبتتمنى إنها لو كانت طبيعية. وفي الوقت الحاضر بيحاول ساتشن إنه يقرب من بنته وابنه ويكون موجود في حياتهم، لكن ناينا بتبقى بتكرهه وما بتبقاش حابة تشوفه أو تتكلم معاه، وما بيسعاش ساتشن لتحقيق أحلامها، وبيقولها تشتغل موظفة في بنك عشان دي شغلانة سهلة. وفي يوم بيتخانقوا مع بعض بخصوص الشغل، وفجأة بتوصل مكالمة لناينا من مدرستها الثانوية السابقة سانت نوتكرز، وبيطلبوا منها إنها تعمل معاهم مقابلة شغل مرة تانية، وبيقولوا لها إنها هتنال الوظيفة لأن في مدرس استقال في منتصف العام الدراسي، وده خلى المدرسة تدور على أي حد يشتغل مكان المدرس بأي طريقة وبأسرع وقت، لدرجة إنهم بقوا محتاجين لواحدة زي ناينا بسبب إن مفيش قدامهم أي حل تاني في الوقت الحالي. وبتروح ناينا للمدرسة وبتعمل هناك المقابلة مع المدير والأستاذ وادية، واللي بيكونوا مترددين بسبب الحالة اللي عندها، ولكن روح وابتسامة ناينا بتعجبهم وبيطمنوا. ولما المدير بيسألها هي ليه عايزة تبقى مدرسة، بتقول إنها بعد لما اتطردت من 12 مدرسة، المدرسة الوحيدة اللي قبلت بيها هي سانت نوتكرز، وكل ده بفضل مدرسها السابق الأستاذ علي. وبترجع ناينا للماضي لما كانت بتتفرج على مسرحية في المدرسة وهي طفلة، ولما بيكون الحاضرين ساكتين وبيتفرجوا وهم مركزين في العرض، ما بتقدرش ناينا تسيطر على نفسها بسبب الحالة، وبتعمل أصوات غريبة بصوت عالي، وبينزعج الناس وبيبصوا لها وهم متضايقين منها، وبينده الأستاذ علي على ناينا عشان تقف معاه على المسرح، وبيدي لها الميكروفون وبيخليها تشرح للناس الحالة اللي عندها، وبيسألها هم ممكن يعملوا إيه عشان يساعدوها. وبعد لما بيسمع المدرسين قصة ناينا بيقدروا يفهموا ويستوعبوا هي ليه كانت بتتصرف بالشكل ده، وكمان بيبقى عندهم وعي عن حالة توريت، فبيساعدوها وبيبطل الطلاب يتنمروا عليها. وفي الحاضر في وقت المقابلة بتمدح ناينا في الأستاذ علي وبتقول إنها عايزة تكون مدرسة بسببه، وبيندهش المدير بكلامها وبيرحب بيها في المدرسة، عكس وادية اللي مؤمن إن ناينا مكانها مش هنا في المدرسة. وبيتمشى المدير مع ناينا في المدرسة وبيوري لها المكان، وبيقول لها إنها هتدرس لفصل F9 واللي بيضم أسوأ الطلاب واللي درجاتهم دايما وحشة. وفي أول يوم شغل ليها بتروح للمسرح وبتفتكر اليوم اللي طلعت فيه على المسرح مع الأستاذ علي، وبيدخل الطلاب للفصل ولكنهم ما بيلاحظوش وجود ناينا، وبيتكلموا بأسلوب سوقي، واللي منهم بيشرب سجاير في الفصل واللي جايب معاه فار في المدرسة واللي بيلعب كوتشينة، وبيتكلموا عن ناينا بأسلوب وحش وبيشتموها وهم بيتريقوا على الأصوات اللي هي بتعملها بسبب حالتها، وبتسمعهم ناينا ولكنها ما بتتكلمش معاهم بخصوص ده. وبعد دقايق بتقابل الطلاب لأول مرة وبترحب بيهم في فصلها، وزي ما هي كانت متوقعة بيشتمها الطلاب وبيتريقوا على حالتها، وبيكون في ولد اسمه قاتش بيقاطع ناينا وبيقول لها إنها فتاة ليل قدام كل الطلاب، ولما بيضحك الطلاب بتضحك ناينا معاهم على نفسها وبتوري لهم إن ده ما أثرش فيها رغم إن ده حقيقي أثر فيها، وبتشرح لهم ناينا بخصوص حالة توريت، وبيستوعب الطلاب إنها سمعتهم لما كانوا بيتريقوا عليها وبيحسوا بالذنب وبيقعدوا هم ساكتين في الفصل، ولكنهم بيرجعوا يضحكوا تاني لما بتيجي ناينا تقعد على الكرسي وبيتكسر بيها وبتقع على الأرض. وخلال فترة الفسحة بيتخانق طالب متفوق اسمه أكشاي مع قاتش اللي خرم الكرة بتاعت أكشاي، وبيضربوا بعض فبيتاخد قاتش لمكتب المدير. وفي تاني يوم بتقابل ناينا بواب المدرسة وبتسأله عن طلاب فصل F9، وبتعرف إنهم طلاب فقراء عايشين في مناطق عشوائية، وإنهم اتنقلوا لمدرسة محترمة زي سانت نوتكرز بسبب إن مدرستهم القديمة اتقفلت بسبب الديون اللي عليها، وإن
تم وعدهم بتعليم عالي ومحترم، ولكن بسبب فقرهم كانوا دايما بيتعاملوا بعنصرية وإهانة من المدرسين والطلاب اللي في الطبقة العالية. ومع الوقت طلاب فصل F9 بدأوا يقاسوا من حياتهم في المدرسة وتحولوا للوضع اللي هم عليه في الوقت الحالي. ولما بتعرف ناينا الحقيقة بتكون مصممة أكتر عن الأول على مساعدة الطلاب الفقراء، ولكنهم ما بيكونوش سهلين أو متجاوبين معاها، وما بينتبهوش للشرح لما بتشرح لهم، وبيعملوا فيها مقالب كل يوم. وفي يوم بيعلقوا صور ليها في الشوارع برقم تليفونها كأنها فتاة ليل. وفي يوم لما بتوصل ناينا للفصل بتشوف برميل فيه كور، ولما بتقرب منه عشان تشوف فيه ايه بيتفجر البرميل وبيكسر ازاز شباك الفصل، وبينتشر الخبر وبيكون الطلاب الفقراء على وشك انهم يتفصلوا من المدرسه بسبب المقالب اللي بيعملوها. بس ناينا بتدافع عنهم قدام المدير وبتقول ان الانفجار ده خطاها هي ومش غلطه حد تاني، وبتطلب منه انه يدي فرصه كمان للطلاب ويكملوا دراستهم في المدرسه. ولما بيقول واديه ان الطلاب دول مستقبلهم ملوش ملامح، بتصمم ناينا على كلامها وبتقول انهم لو ما جابوش درجات عاليه في الامتحانات النهائيه هتعترف انها كانت غلطانه بخصوصهم، وهتسمح للمدير انه يفصلهم من المدرسه. وبيوافق المدير وبيدي لها مهله باربع شهور عشان تثبت صحه كلامها. وبتدخل ناينا الفصل وبيبقى الطلاب ممتنين ليها بسبب دفاعها عنهم قدام المدير، وبيبقوا متاثرين من طريقتها في التعامل معاهم، لان مفيش ولا مدرس قبلها عاملهم بنص الاحترام اللي هي بتعاملهم بيه. وابتداء من اليوم ده بينتبه الطلاب في الشرح لما بتدرس لهم ناينا، وبيبداوا يحبوها وبيتعلقوا بيها. وبتستخدم ناينا طرق مبتكره في الشرح عشان تخليهم مستمتعين وهم بيتعلموا، وبتخليهم احيانا يتعلموا بره المدرسه في ملعب المدرسه، وبتشرح لهم منهج العلوم بطريقه ممتعه. وبيشوفها واديه طول الوقت ده وما بتعجبوش طريقتها في التدريس، وبيبقى واديه مستني وقوع ناينا في اللي بتعمله لانه بيكره الطلاب الفقراء. وبيتكلم الطلاب مع ناينا بخصوص ان مفيش ولا مره تم ترشيح حد منهم في مجلس الطلبه، وبتتكلم ناينا مع المدير بخصوص ده وبيقول لها انهم لازم يجيبوا اكتر من 90% في امتحاناتهم عشان يتم ترشيحهم. وبيسمعهم واديه وبيتريق على الطلاب الفقراء قدام ناينا وبيقول لهم انهم مستحيل يقدروا يجيبوا درجات عاليه قوي بالشكل ده، لكن ناينا بتكون مصره وبتقبل التحدي. وبعد اسبوع بيتعمل اجتماع اولياء امور في المدرسه، واثناء ما كل المدرسين مشغولين وهم بيتكلموا مع اولياء الامور، بتقعد ناينا لوحدها طول الوقت وهي مستنيه تقابل حد من اولياء امور الطلبه الفقراء، بسبب ان عائلاتهم من الطبقه الكادحه ومشغولين بشغلهم عشان يوفروا لاطفالهم لقمه العيش، بالتالي ما بيقدروش يخصصوا وقت لاولادهم بسبب انشغالهم. وبتتصرف ناينا من نفسها وبتروح للمناطق العشوائيه عشان تقابل اولياء امور طلابها، ولما بتشوف اسلوب حياه الناس هناك بتعرف ليه الطلاب ما كانوش بيركزوا على دراستهم، وبتشوف الاطفال وعائلاتهم مستنيين في طوابير لساعات عشان يملوا براميل فاضيه بميه صالحه للشرب. وبتاخد نينا بالها من ان عائلات الطبقه الكادحه بيشتغلوا كتير ومع ذلك ما بيتهنوش بحياه كريمه، واللي منهم بيخلي اطفاله يسيب التعليم ويشتغل معاه. وفي تاني يوم بتطلب ناينا من الطلاب انهم يكتبوا قائمه بالحاجات اللي هم بيخافوا منها، وبعد لما بينتهوا من الكتابه بتطلب منهم انهم ينسوا مخاوفهم بسبب رمي الورق المكتوب عليه. وبيقطع الطلاب الاوراق وبيعملوا منها طيارات ورقيه وبيرموها من على سطح المدرسه، وبيشوف واديه ورقه منهم على الارض وبيتريق على اللي مكتوب عليها. وبتدرس ناينا لطلابها بطريقه تخليهم منتبهين وحابين اللي بيتعلموه، وبيشوفهم الطلاب الاغنياء وبيبقوا حاقدين عليهم لانهم بيستمتعوا بحصصهم مع ناينا اللي بتخليهم يعملوا تجارب علميه بنفسهم بطريقه ممتعه. وبيجهز واديه مع طلابه من فصل A9 تصميم لمشروع هيتم تقديمه في مسابقه على مستوى البلد، وبتبقى مدرسه سانت نوتكرز كسب المسابقه لاخر سنتين على التوالي، وعشان كده بيكون واديه مصمم على انه يكسب للسنه الثالثه كمان. وفي يوم بتتكلم طالبه متفوقه اسمها ناتاشا مع اتش ومجموعته وبتوري لهم مشروع فصلها، وفي الوقت ده بيكون مستوى طلاب فصل F9 متفوق وزي باقي الفصول، لدرجه انهم بيرشحوا التعديلات على المشروع عشان يتم تقديمه بشكل افضل في المسابقه. لكن لما بيشوفهم واديه وهم بيلمسوا المشروع بتاعه بيشتم اتش وبيقولوا انه اخره يشتغل ميكانيكي. وفي المكتبه بيستفز اتش اكشاي بالكلام لحد ما بيتخانقوا مع بعض بالضرب، لكن ناينا بتتدخل وبتفصل ما بينهم، وبيبقى اتش متعصب وبيشتمها وبيشبهها بحيوانات السيرك بسبب حالتها، وبتتضايق ناينا وبتبقى على وشك انها تضربه بالقلم على وشه، لكنها بتمنع نفسها في اخر لحظه. وبالليل بتتعشى مع عائلتها في مطعم بمناسبه عيد ميلاد اخوها، ولما بييجوا يطلبوا الاكل من الجرسون بتاخد ناينا وقت طويل في الكلام بسبب حالتها، وبيحس ساتشن بالاحراج من بنته وبيطلب هو بدلها، وبتتخانق ناينا معاه بسبب انه دايما بيخليها تخجل من نفسها. وفي تاني يوم في المدرسه بيعرض اكشاي المشروع بتاع فصله للمدرسين والمدير عشان يتمرن على خطابه في المسابقه، لكن فجاه بينفجر المشروع قدامهم وبيعتذر واديه للمدرسين على اللي حصل، وبيكون متضايق لان مفيش قدامهم وقت كافي يعملوا مشروع جديد قبل ميعاد المسابقه. ولما بيتفقد واديه المشروع بيلاقي ازازه سمغ شافها قبل كده مع اتش، وبيبان ان اتش هو اللي فجر المشروع. ولما بيروح واديه الفصل F9 عشان يتعامل مع اتش بيدافع الطلاب عن زميلهم وبيقولوا انهم ساعدوه في اللي كان بيعمله رغم ان دي كانت خطته لوحده هو اللي عمل ده. وبيتكلم المدير مع ناينا واديه في مكتبه، وبيكون الطلاب واقفين بره قدام المكتب وهما خايفين وعارفين انهم هيتفصلوا من المدرسه، وبتتحايل ناينا على المدير انه يسمح للطلاب انهم يمتحنوا لان مستقبلهم متوقف على دراستهم.
مدرستهم، ولكن في النهاية بيمنع المدير الطلاب فصل F9 من الحضور للمدرسة لحد فترة الامتحانات، وبيتضايق الطلاب وبيتعصبوا على قتش وبيلوموه على انه خان ثقة ناينة وحطها في موقف وحش قدام المدير. وبالليل بيجتمع الطلاب برا المدرسة في مكان قريب من النهر، وبيقرروا انهم لو مش هيقدروا يحضروا المدرسة هيذاكروا ويبذلوا اقصى ما في وسعهم عشان ينجحوا في الامتحانات ويعادوا راس مدرستهم ناينة. وفي تاني يوم بيزوروا بيتها وبيعتذروا لها على اللي حصل وعلى كل حاجة هم عملوها، وبتحضنهم وبتسامحهم، وبيشوفوا مساتشن وبيكون فخور ببنته لأول مرة في حياته، وبيبدأ يحترمها ويستوعب انه كان دايما بيخجل منها ويحرجها لحد دلوقتي. وفي خلال الأسابيع ما بيعملش الطلاب أي حاجة في يومهم غير المذاكرة، وبتدعيهم ناينة لبيتها كل يوم عشان تذاكر لهم وتجهزهم للامتحانات. وقبل الامتحان بيوم بيروح باب المدرسة لقتش عشان يبعت له ورقة الأسئلة بتاعت امتحان بكرة، وبيشتري قتش الامتحان منه وبيوريها لزمايله بالليل، ولكنهم بيعرضوه وما بيرضوش يغشوا عشان ما يخونوش ثقة ناينة. وفي يوم الامتحان بيستوعب قتش ان ورقة الامتحان اللي اشتراها من البواب كانت مزيفة، ومع ذلك بيعمل الطلاب اللي عليهم وبينجحوا في الامتحان بدرجة عالية، وواحدة منهم بتجيب أعلى درجة وبتبقى الأولى على مستوى المدرسة، وبيحقق وديه في الموضوع وبيكتشف ان أسئلة الامتحان اتسربت، وبيتهم كل طلاب فصل F9 بالغش قدام المدير، وبيعترف البواب للمدير قدام ناينة ووديه انه باع ورقة بأسئلة الامتحان، وما بيقدرش المدير انه يتغاضى عن أفعال الطلاب أكتر من كده، وبيقرر يفصلهم من المدرسة بكرة خلال الاجتماع، وبيعتذر الطلاب لناينة عشان خذلوها، وبيقولوا لها انهم نجحوا بمجهودهم مش بالغش، وبتصدقهم ولكنها بتكون حزينة لأن مفيش طريقة تثبت بيها براءتهم قدام المدير. وبيتمشى أكشاي مع الأستاذ وديه في المدرسة وبيقول إن هو اللي بعت البواب بورقة الأسئلة المزيفة عشان يبيعها لقتش، وبيقول كمان إنه عمل ده عشان يخلي وديه فخور بيه، ولكن بيحصل العكس وبيبص وديه لأكشاي بخيبة أمل. وفي تاني يوم خلال الاجتماع بيبقى طلاب فصل F9 واقفين وهم خايفين مع ناينة ومستنيين المدير يفصلهم من المدرسة، ولكن بتحصل حاجة غير متوقعة، وبيعتذر وديه عن إنه ما كانش بيؤمن بقدرات فصل F9، وبيقول إن هو اللي بعت البواب بورقة الأسئلة المزيفة، وبيلفق التهمة لنفسه بدل أكشاي لأنه خايف على مستقبل طلابه. وفي النهاية بيتم تكريم طلاب فصل F9 على المسرح، وبيتم ترشيح 2 منهم في مجلس اتحاد الطلبة. وبعد سنة بتشارك المدرسة في مسابقة العلوم على مستوى البلد، وبتكسب مدرسة سانت نوتكرز المسابقة وبيكسبوا جائزة المركز الأول. وبيعدي 25 سنة وبتكون ناينة هي مديرة المدرسة، وبيبقى ده آخر يوم ليها قبل ما تتقاعد، ولما بتخرج من مكتبها بيسقف لها كل الطلاب والمدرسين وهم بيودعوها، وبيبان قد ايه ناينة كانت مديرة محترمة وكل الناس بتحبها. وبتتفاجئ لما بتشوف طلاب فصل F9 بعد لما كبروا وبقوا ناس محترمين في المجتمع وليهم شأن، وبتفرح ناينة وبتسلم عليهم وبتحضنهم. الفيديو ده كتبه كريم أشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.